السلام عليكم، معنا موقع اسمه جسمة. ده موقع ممتاز يحلل الموقع من حيث الرياح والأمطار والرطوبة والحرارة. مجرد بس إن أنا أحدد المكان اللي أنا عايزه، وممكن أستخدم خاصية اسمها فيرست نيرست لوكيشن. طيب خلينا دلوقتي مثلا كأن أنا أختار مثلا أفريقيا، وأختار إيجيبت، وأختار كايرو. تمام، هتلاقي كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها عن سان رايز، سان سيت، داون وهكذا، هتلاقيها موجودة اهيت. تمام، ده فيوتشر وده في الباست. تمام، ده هنا المعلومات الخاصة في شكل تاني جرافيكس، تقدر تشوفه، تقدر تشوف السان اند باس دياجرام بالشكل دوت، تقدر تشوف جرافيك اخر توداي وهكذا. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، الانرجي موجودة. تقدر تاخد المعلومات ديت وتحطها على اي ملف انت عايزه، او تحملها على الاكسل وهكذا. طيب لو انا عايز اختار باسلوب اخر، ممكن اجي هنا اقول له find nearest location، هو هيبدأ يشوف اللوكيشن بتاعك موجود فين، هو هياخدها من خلال الاي بي ادرس. هيقول لي انت موجود اهو في قطر، في الدوحة، والمعلومات الخاصة بال المكان بتاعي بالظبط، فيبدأ يجيب لي نفس المعلومات. طبعا هي بتختلف من مكان لمكان، فظهر معايا بالشكل دوت، ودرجة الحرارة وهكذا.